بنعطيا فيدس، ماركيزيو، ماتويدي، لشتاينر، الكساندرو، دوغلاس كوستا، ديبالا، هان مانزوكيتش. عودة مانزوكيتش. هناك كلام هشام انا مانزوكيتش انه عنده شو مانزوكيتش مؤثر كبير في حجرة الملابس. ساندرو شكرا، وين شكرا حسام، الى تورينو الى اليانز ستاديوم. التعليق لي الخامس عشر في ترتيب الدوري الإيطالي لهذا الموسم، وقلت بأنه كان خسر المباراة الأخيرة على ميدانه أمام 3-2، نتائجه غير مستقرة على حال. بونوتشي في وسط الميدان وصل لماركيزيو ليلعب اليوم رفقة بلاس ماتويدي في غياب كل من كليني على مستوى الخط الخلف. حارس مرمى نادي كروتوني تروح في وسط الميدان في اتجاه مهدي بن عطية، يرجع للخلف منها دوغلاس كوستا يبحث عن مانجوكيتش. هل سيكون مانجوكيتش اليوم كرأس حربة أم أن دي باولو ديبالا؟ ألكساندرو يرجع للخلف مضطر في اتجاه مهدي بن عطية. هو فيدس لصالح نصر فريق يوفنتوس تورينو المستحوذ على الكرة كما هو متوقع. مهدي بن عطية لأنه باولو ديبالا صعب عليه أنه يبقى في موقع واحد وفي مكان واحد، ولكن الخيار هكذا في هذه البداية هو فتح اللعب من جانب لاعبي فريق يوفنتوس عندما يفتح كثيرة لعناصر يوفنتوس تورينو التي أكيد أنها ستبحث منذ البداية عن هدف مبكر من كأس العالم. هكذا حاول أن يبرر سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولكن الأكيد أنه عنده التغطية ترجع له، يرجع للخلف مضطر مع مهدي بن عطية يوصل 14، وكان أول لاعب أصغر لاعب في تاريخ السيري أ يسجل هدف في يرجع للخلف تماما. هوفيدس مع مهدي بن عطية يلعب مع الكرة، بلاس ماتويدي قريب منه ومن هنالك ألكساندرو توصل الكرة هي ماركيزيو وديبالا. ماركيزيو مازال التوزيع، ماركيزيو برات مهدي بن عطية ضاعت الكرة تسترجع من دوغلاس كوستا، كرته لم تصل، حكم يقول لك العب يا مهدي، ليس هناك أي خطأ، الكرة تروح مباشرة للتماس لصالح عناصر يوفنتوس تورينو لكي يفتحوا اللعب أو يهاجموا أو يخرجوا من منطقتهم. هكذا الوضعية إلى غاية ما يتلقوا الهدف الأول، وبعدين يوكيتش وديبالا. صعب أننا نقدر حجم تأثير الغياب رائع من قبل آيتي، ثم سرعان ما تضيع الكرة، استحواذ رهيب على الكرة من جانب لاعبي اليوفي في هذا الربع ساعة الأول. تقريبا يضيعها باولو ديبالا مرة ثانية أو ماركيزيو يلعبها مع مهدي بن عطية. المباراة تلعب في 40 متر من أرضية الميدان. بن عطية مرة ثانية يرجع لهوفيدس. ساعة يمنحون لبعضهم البعض فسحة للاسترجاع ولالتقاط الأنفاس الكرة يراقبها براعة. ديبالا يراوغ، ديبالا يدخل، ديبالا ودوغلاس كوستا وبن عطية وضيعها. أيتي مباشرة لحارسه كورداس يرجع علي مهدي بن عطية مرة ثانية. انطلق بهجمة معاكسة لصالح عناصر نادي كروتوني، وصل العودة من الشتاينر والتغطية من مهدي بن عطية. دوغلاس كوستا بن عطية مرة ثانية يرجع لألكساندرو، ألكساندرو يرجع للخلف لمهدي بن عطية في الوسط. ماركيزيو ضاعت الموفيداس ما زالت عنده الكرة، يرجع للخلف لماركيزيو. مهدي بن عطية بالكرة وهو ينزف منه الدم أنه يبقى فوق أرضية الميدان ويخرج إلى غاية توقيف إيقاف نزيف الدم، طبعا تجنبا لأي أمراض متنقلة بين اللاعبين. وبعدين لا يليق أنه يلعب لاعب الكرة والدم ينزف منه من فمه أو من أنفه أو من رأسه أو من أي مكان كان حتى في رجله. خصوم المدافعين لاعبي فريق كروتوني مجهودات بدنيه كبيره مبذوله لحد الان من عناصر نادي ولا تصمد، يعني في نهايه المطاف تتلقى هدف واثنين وثلاثه. وضعيه هنا لحد الان صامدون. بلاس ماتويدي في وسط الميدان يرجع للخلف تماما، لا حرج في اعاده الكره للخلف. الكره دوغلاس كوستا، ديبالا، ماركيزيو، مهدي بن عطيه على الجهه اليوفي لم يتمكن منها دوغلاس كوستا. شفنا هنا أول تغيير للمكان بين دوغلاس كوستا وباولو ديبالا. هنا البطاقة الصفراء يخرجها حكم المباراة لبوديمير بعد هذا التدخل، قال له هذه الثانية أو الثالثة، أولى والثانية ما قلت ولا شيء.
هنا نخرج لك البطاقة. كان له دور كبير جدا بفضل خبرته وتجربته مع مجموعه من الشبان. اوفيديس تسترجع من قبل المدافع بافيلوفيتش والانطلاقه من مهدي بن عطيه، زاد في السرعه دخل مهدي، مازال مهدي بن عطيه، قصرت يا مهدي وضيعها ويسترجع مره ثانيه ديبالا يفعلها، يعني يخرج بالتعادل. كل شيء وارد ما دام انه صمت 34 دقيقه، بقات له جزئين مما مر لحد الآن، يعني بقات له ثلثي المباراة أو ثلثي الوقت اللي مر لحد الآن من المباراة. يجد ماركيزيو يرجع للخلف لهوفيديس، هوفيديس مع مهدي بن عطية، قلب من لوبليس ماتويدي يلعبها من هنالك على الجهة اليسرى، يخرج من هناك دوغلاس كوستا وألكسندرو، ألكسندرو مضطر يرجع للخلف، مهدي بن عطية، ماركيزيو يطلبها يفضل بارزالي، بليس ماتويدي، مهدي بن عطية. كان الأمر غريب للوصول لمرمى الحارس كورتاز حارس مرمى نادي كروتون، أنه مش كل فريق يلعب في الدفاع أمام فريق كبير يصمد بهذا الشكل. صامدين اللاعبين تاع نادي كروتوني لحد الآن. مهدي بن عطية من هناك على الجهة اليسرى، لما يهاجموا رفقائهم في الخط الأمامي عارفين لو يصعدوا ينكشفوا وبعدين تظهر الفراغات ويستثمر فيها كل من الثنائي دوغلاس كوستا وكذلك باولو ديبالا بمهارتيهما. بن عطية، ألكسندرو يرجع لبن عطية مرة ثانية، مانجوكيتش خرجها بعيدة تروح لبوديمير، بوديمير بالرأس وتونيف بعيد عليه الكرة، اختفها تونيف مع بوديمير. روما ولاتسيو خاصة الميلان والإنتر طبعا بفعل العلاقة عارفين بأنه الاهتمام ديمير، والكرة ترجع لبارزالي، هوفيديس، ماركيزيو، بن عطية من هنالك على جهة اليسرى توصل لألكسندرو وانطلق من هنالك كذلك رفيق دوغلاس كوفي لألكس كورداز بعيد الأمام، مهدي بن عطية بالرأس يتفوق، كثافة العددية تصنع الفارق في الخط الخلفي لدفاع نادي كروتوني. مهدي بن عطية ماركي تماما، هل إيغوين سيكون هو الحل؟ هل بيانيتش سيكون هو الحل؟ أكيد أنه سيلعب كميدان رودن مع ناليني في الرواقين، وألكسندر تونير يلعب قبل دي موجودة بكثرة عند لاعبي فريق كروتوني في وسط الدفاع وفي وسط الميدان. تركيزهم رائع جدا، اتصور بانهم حضروا لهذه المباراه بشكل خاص جدا، وحضروا ايضا حتى لتفاصيل التفاصيل. غتت اليوفي ولكن الكره بعيده من بافيلوفيتش، يخرج بسرعه بابو ديبالا، دوغلاس كوستا استلمها، يراوغ الاول لم يتمكن من امام الثاني، حكم خلى الافضليه ويصفر خطا لمهدي. هذه المباراه، بارزالي استلم الكره يوسرها مباشره لمهدي بن عطية على الجهه اليسرى، مهدي بن عطية يرجع مضطر لبارزالي، لا لما تسترجع من بلاس ماتويدي، يطلبها دوغلاس كوستا استلمها، دوغلاس كوستا عنده الكرة يوصلها لمهدي بن عطية، مهدي بن عطية يلعبها مع ألكسندرو، ساندرو يحاول كرة الجول، التقط له صورة رائعة. هوفيديس، مهدي بن عطية على الجهة اليسرى، مهدي بن عطية يرجع لبلاس ماتويدي لهوفيديس، هوفيديس مهدي بن عطية، بن عطية قريب منه دوغلاس كوستا وكذلك ألكسندرو ماتويدي الآن سيخرج كل ما يديه ويبدع أكثر فريق اليوفي. ألكسندرو مع مانجوكيتش على بن عطية يتفوق بالكرة، مهدي يرجع. أمور فنية والتكتيكية الفردية والجماعية عند الوضعيتين الدفاعية والهجومية. الشوط الأول أو تلقينا في بداية الشوط الثاني، أنا أتصور بأن المدرب دافيد نيكولا قال للاعبيه ماذا سيفعلون إذا تلقوا هدفا في بداية الشوط الثاني، سنبقى في أماكننا نلعب بنفس الشكل ونتحين فرصة، هدف مقابل صفر، قد نعود في آخر المباراة ونهاجم في الخط. يسترجع مرة ثانية بليس ماتويدي، رجع للخلف، مهدي بن عطية، هوفيديس، بليس ماتويدي، هوفيديس مرة ثانية، مهدي بن عطية، دوغلاس كوستا، والدفاع تشيكيريني يتدخل ويتفوق على من يسترجع كرة ويرميها بعيدة ترجع لعناصر اليوفي في وسط الميدان. ماتويدي يلعبها مع ماركيزيو، يرجع للخلف، قد يدخل كل بيانيتش في مكان ماركيزيو بعد حين بدا يتعب شويه ماركيزيو. مهدي بن عطية في الوسط يلعب مع بليس ماتويدي، مانجوكيتش، مهدي بن عطية يتقدم ويمر والتغطية الدفاعية ويصارع، مازال مهدي بن عطية محتفظ بالكرة يلعبها مع دوغلاس كوستا على سجل لشيليو، نعم لم يكن اساسيا دائما. كرة خطيرة من هنالك بيانيتش، با 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 مهدي بن عطية جول،
بلاهوفيتش ومهدي بن عطية، والجول الثالث ليوفنتوس تورينو في هذه اللحظات من عمر المباراة. أيضا مهدي بن عطية يسجل أول أهداف هذا الموسم وثاني أهداف الدوري المغربي، يسجل الهدف الثالث ليوفنتوس. هاي اللعبة هنا والتوزيعة من ميران امبيانيتش، مهدي بن عطية دخل بالكرة وجول ثالث ليوفنتوس. وانهار كروتوني منذ تلقى الهدف الأول ثم الثاني، فجاء الثالث وربما الرابع والخامس، جول ثالث هو اللي بن عطية في الموسم هذا مع فريقه يوفنتوس تورينو.